لم تكن تتوقع حنين الفتاة الموصلية المغتربة أن تعود إلى المدينة وترى تراث آبائها وأجدادها داخل هذا البيت التراثي. بيت تراث الموصل هو أول متحف تراثي أسسه شباب موصليون يطمحون لإحياء هوية هذه المدينة التراثية. أنا مصلاوية الأصل بس مغتربة، عايشة بالسويد صار لي 10 سنين، وأول ما جيت هنا يعني قلت أختار مكان تراثي، فأخوي جابني هوني وكلش يعني فخورة أنه أكو هكذا شيء بالموصل. بيت الرحيم أصبح اليوم بيت تراث الموصل بعد أن تبرعت به هذه العائلة الموصلية، ويحمل هذا المنزل في تفاصيل عمارته كل شيء يحكي عن تاريخ هذه المدينة وتراثها وماضيها. تم اختيار هذا الموقع اعتمادا على مجموعة معطيات. بصراحة البيت هو بيت بني على طريقة التراث الموصلي اعتمادا على العمارة الموصلية، وممكن نشوف يعني أي زائر للبيت راح يشوف جميع عناصر العمارة الموصلية من أيوان وأقواس ودلايات ونقوش على المرمر والفرش الموصلي. حلم قاتل لأجله شباب الموصل حتى أصبح حقيقة وواقع يجسد كيف كانت تعيش العوائل الموصلية بأصغر تفاصيل حياتها. وبات تراث الموصل اليوم يطل على نهر دجلة مجددا ويحكي عن إرث هذه المدينة. حلم شبابي بدأ بعد تحرير مدينة الموصل، واليوم نشوفه على أرض الواقع. اليوم هذا البيت اللي هو بيت الرحيم تحول إلى مكان تراثي عن طريق فريق تراث الموصل. اليوم نشوف به كثير من عبق الماضي، كثير من الأصالة الموصلية. هذا ويطمح القائمون على هذا المشروع أن يكون في المستقبل قبلة لجذب السياح وتعريف العالم بهوية الموصل التي كادت أن تمحى بسبب الحرب. من ذات المدينة محمود الجماس، قناة التغيير.